اعتبارا لأهمية ريادة الأعمال في خلق المقاولات، استفاد عدد من الشباب حاملي المشاريع بإقليم خنيفرة من دورة تكوينية في إطار برنامج تحسين الدخل والإدماج الاقتصادي للشباب المندرج ضمن المرحلة الثالثة من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية. الدورة التي نظمتها جمعية خنيفرة مبادرة بشراكة مع اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية تتوخى تكوين هؤلاء الشباب ومواكبتهم خلال جميع مراحل إعداد مشاريعهم. كيندرج هذا التكوين هذا في إطار المواكبة ديال حاملي المشاريع في إقليم خنيفرة في إطار البرنامج الثالث المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، خاصة برنامج الدعم المقاولتي للشباب اللي كنستهدفوا من خلاله الشباب السن ديالهم بين 18 و 45 سنة لحمل الأفكار مشاريع باش نديروا لهم المواكبة على أساس يستفدوا من التمويل اللي كتوفروا المبادرة الوطنية للتنمية البشرية. المستفيدون المنحدرون من عدد من الجماعات الترابية بالإقليم تلقوا خلال هذه الدورة تكوينا حول كيفية خلق المقاولات ودراسة جدوى المشروع والتنمية الذاتية وكذا أنشطة أخرى تشجع على الإبداع والابتكار. يعطينا تكوين في دراسة الجدوى وتكوين في الدراسة التقنية الدراسة المالية وتعطيك تكوين كامل باش تمشي واجد انك تخرج البروجي ديالك في امر في ارض الواقع، يعني تخدمو لوكال ولا سميتو. بالنسبة لهذا التكوين هادو تيقولك كيفاش تستافد ماليا، تستافد تقنيا، تستافد بالنسبة للمعلومات، تعطيك معلومات زعما متكاملة على المشروع ديالك. وتندرج الدورة التكوينية في إطار الجهود الرامية إلى مواكبة الشباب حاملي المشاريع بالإقليم، لا سيما ضمن محور الدعم المقاولاتي للشباب في إطار المرحلة الثالثة من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، بهدف مواكبة 300 من حاملي أفكار المشاريع بالإقليم برسم الفترة 2022-2023.